أنا مواجهة بشكرة خويا حمد الفقس أنا في خنشلة، وربي يرفع علينا هالبلاء هذا لنا ولخوتنا كامل، وربي يعافينا وعافي أمة محمد. أنا جيت اليوم للعيادة هذه تاع الصناطبة باش ندير الفاكسة هذا. الحمد لله الناس كانت بكري كانت خايفة من الفاكسة هذا، بصح اليوم راهي ولات خايفة من المرض، راهو كاين إقبال كبير في هذه العيادة هذه الصناطبة. جيت ندير الفاكسة الحمد لله بكري بكاش الغاشي، دروك الناس جات دير الفاكسة الحمد لله، الناس راهي توعات راهي توهات، وحنايا ننصحوهم يديروا لا ديستونس ووقاية من العلاج، وربي يجيب فيها الخير واللهم ارفع عن هذا الوباء. اخويا جينا نديروا اليوم الفاكسان، النهار الاول كنا متخوفين منه، والحمد لله اليوم سما كعد قوى المرض هذا، رانا ما حناش خايفين من الفاكسان، دايرين الفاكسان على جالت الحمايه لينا ولموالينا والاهل تاعنا والاصدقاء. هذه هي الفاكسان هذا راهو يحمي المجتمع ويحمي المواطن. احنا ماذا بينا كي يجيو الناس وماس، اولا انا نحمي العائله نتاعي ونحمي لونتوراج تاعي يا اخي، فهمتني؟ هذا راهو الناس لازم توعى، وهذا يخبر هذا راهو ما في حتى في سكوندار، وهذاك نديرها على كي تسمى كان على المرض هذا، على كل حال ربي يساعدنا ويبعد عنا البلاء، وقاموا بينا وهم يخدموا ما خلاوش يعني ما فرطوش حتى في واحد. ونتمنى الناس يجيو يديروا التلقيح، لانه كانت الناس خايفه بزاف، واليوم الحمد لله راه كاين وعي في الوسط الشعبي. ماذا بينا الاخوه كل يجيو يديروا المواطنين تاع خنشله يجيو يديروا التلقيح، راهي العمليه سهله. مصالح الصحيه بولايه خنشله وفرت جميع الشروط. نتمنوا من شريحه نتاع القطاع الصحي بصفة عامة، كبار ولا صغار، لباس اللي يجيو لازم يجيو يلقحوا على الكوفيد هذا اللي راهو كثر بكثرة خاصة هنا في الولاية تاعنا، ونتمنوا من جميع المواطنين اللي برا باش يديروا الحذر نتاعهم بصفة عامة. والشكر موصول لكل الطاقم الطبي والشبه الطبي اللي هنا في العيادة. بصفتنا متقاعدين تاع عمال الصحة، احنا جينا نلقحوا ونفاكسينيو، لانه هو لازم هذا مطلوب التلقيح مع الشيء اللي راح نشوفه فيها في الوقت الحالي، ولازم الحذر ولازم الناس تجي توعى شويه وتجي تفهم باللي لازمها تلقح. اليوم باش ندير الفاكسان تاع كوفيد 19، وسمعنا في الاخر في العائله اللي جيت اليوم، الله ربي يجيب الشفاء للناس الكل، ماذا بينا الناس الكل ديروا زياده الجرعات من 400 جرعه الى حتى 1000 جرعه، زادونا جرعات. اكبر جرعه اللي تستقبلها هي العياده هذه، العياده هذه جمله من جميع انحاء الولايه والا خارج الولايه، عندنا من ولايه بسكره، من ولايه تبسه، من حدود بيتنا يقصدوا هذه العياده بعدد كثيره وكثيره جدا. جو لونس ان ابل للمواطنين تاع خنشله يجيو يديروا التلقيح نتاعهم، راهي العمليه سهله جدا جدا.